ماكي يلعب الكره الى الجهه اليمين، انطلاقه من مهدي شيري، مهدي شيري يلعب الكره في الجهه اليمنى، ملعوبه الكره عرضيه الى منطقه الجزاء، خطره جدا عرضيه، هذه الفرصه ما زالت خطره لصالح نب طهران من الجهه اليسار. الهدف الاول، الهدف الاول في صالح نب طهران. المهمه تصبح صعبه للغايه، تصبح صعبه للغايه على الفريق الشبابي. قلت انه جرس انذار قرع نب طهران في الهدف الذي منع حكم المباراه ومنعه براي القانون انه كان هناك تسلل، لكن الان لا احد يمنع هذا الهدف، لا حكم المباراه ولا قانونه ولا هذا الدفاع الباهت استطاع ان يمنع الهدف لصالح نب طهران.